لمعي خلص بكفي، البيت دافي بكفي هيك. عمتي بدي احكي لك شو صار معنا. ساوي لك كاسة شاي؟ ها؟ تشربي؟ لا يسلموا. طيب اغلي لك زهورات تهدي اعصابك شوي. طيب على راحتك. عمتي ليش التلفزيون مطفي؟ شغل لك يا؟ لا فاطمة لا تشغلي لا تشغلي. عمو كريم انا رجعت. اهلين حبيبي. اللي عمو انت اشتقت لي؟ هي اشتقت لك. اشتقت لك كثير. تعال. ليش انتو ساكتين هيك؟ ملينا من الحكي. ملينا يا ابني. ما فرحت برجعتنا؟ ايه كتير فرحت طبعا. فرحت. انا ما بدي ارجع افتح هالموضوع. وقلت هالشي للمعي. ولا تسألوني لانه انا ما رح جاوب على حدا. سكروا على هالسيرة لأنه ما بدي إياها تنفتح قدامي. هذا هو شرطي الوحيد. ما بدي زعله للمعي. ومراد كمان ما بدي زعله، كرمالهم أنا رجعت. مو مشان أي شيء تاني غير هاد. بدي إياكم تعرفوا هالشيء. قوم غسل لتنام مراد يلا. قوم لا تلعي لي قلبي. ما بدي انا بدي نام مع عمتي. عمتو انت زعلانة من امي شي؟ لا حبيبي. وانت بابا؟ لا ابني لا. طيب ليش اخذتني وراحت؟ تعال لشوف. تعال اشتقت لك كثير انا. لو ما كنا رجعنا كنت اشتقت لي اكثر ما؟ امي قالت لي انه راح نلاقي بيت جديد وراح نعيش فيه مع بعض، بس انا قلت لها ما بدي. قلت له ما بدي أعيش غير مع أبي وبس. برافو عليك. وأمي عصبت علي كتير لأنه هداك الزلمة ضايقها لأمي. شرير كتير صار يعيط علينا. حبيبي روح غسل مشان تنام، أنت تعبان. يلا روح على الحمام. بدي نام مع عمتي. إيه بتنام مع عمتك. يلا عمتو سخنينه الحليب وجهزي له تخته كمان. رح جهز له تخته. أنا فايت جيب له بجامته. يلا بوشك على الحمام. ماشي. يلا لشوف. يلا قوم فرشي سنانك كمان. حاضر. حسبي حالك انا بجهزه، انت روحي سخني له الحليب.
منيح انهم رجعوا، ما منيح انهم رجعوا.